فرانسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي. تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد جامعات العالم الإسلامي الذي هو أحد أجهزة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سيسكو وبين جامعة محمد الأول في وجدة. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجامعة والاتحاد والسيسكو أيضا في مجالات البحث العلمي والدراسات المشتركة والإصدارات المشتركة وعقد الندوات واللقاءات العلمية والتخصصية التي تعنى بقضايا التعليم العالي ومجالاته المختلفة، وكذلك تبادل الأساتذة ودعم البحوث التي يقوم بها الأساتذة الباحثون العلماء الذين تحتضنهم هذه الجامعة، والمشاركة في أنشطة وبرامج اتحاد جامعات العالم الإسلامي المخصصة لتعزيز الجامعات وتطويرها وتمكينها من العمل الذي يؤهلها لأن تدخل في التصنيفات العالمية بمستوى أفضل وبقدرات أكبر، واستخدام أيضا مؤشرات الأداء التي وضعها اتحاد جامعات العالم الإسلامي والسيسكو في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وهي مؤشرات أداء لتمكين الجامعات من تطوير مرافقها ومختبراتها ومكتباتها ومناهجها وأساليب عملها. فجامعات العالم الإسلامي مطلوب منها اليوم أن تتطور وأن تكون محاضن للفكر وللعلم وللبحث العلمي المتطور الذي يفيد المجتمعات في الدول الأعضاء. وهذه الجامعة العتيدة بكل مرافقها مثار إعجاب كل الدول الأعضاء، وسنعمل إن شاء الله على تطبيق مضامين هذه المذكرة بشكل جيد لكي نحقق الأهداف المشتركة بين السيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي وبين جامعة محمد الأول والجامعات المغربية بصفة عامة، لأن هناك اتفاقية تعاون سبق أن وقعتها السيسكو مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المملكة المغربية التي هي الوزارة المشرفة على التعليم الجامعي بكل أقسامه ومستوياته.